السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة، جوزين زغاليل جدية لأحد مشتركي القناة. هنقول أول نشوف الحكاية. الحكاية إن النتاية البلدي اللي قدام حضراتكم دي نزلت قعدت مع الحمام بتاعي. الحمامة دي مش حمامتي، انا مش بربي حمام بلدي، انتوا عارفين انا بربي حمام زاجل وحمام لحم، بس ما فيش عندي غير الزاجل واللحم. اما النتاية البلدي دي نزلت على السطح، انا كنت مسيب كام جوز كده فنزلت على السطح واتجوزت الدكر الزاجل، الدكر اللي هو ده، وهو دلوقتي راقد على بيضها. حاليا في جوز بيض اهو مقصب، لكن قبل الجوز البيض ده فهي طلعت عندي جوز الزغاليل دول. النتاية دي طلعت عندي جوز الزغاليل دول، هي نتاية بلدي او اللي بيقولوا عليه حمام جبلي او حمام الشقوق زي ما كنا بنقول عليه زمان. زائد ان هي الحمامة مش بتاعتي، فانا ما باخدش حاجة مش بتاعتي زي ما ابونا ربنا على كده. الحمد لله هو عودنا ان احنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا، رغم ان الذكر بتاعي وانا اللي باكلهم، لكن انا قررت ان نعطيهم لحد هدية، ونعطيه كمان عليهم جوز زغليل زاجل من بتاعنا، من حمامنا الاصل الزاجل زاجل. اما دي فزاجل على بلدي، الجوز الزغليل اللي قدام حضراتكم دول. طيب هنشوف ايه الشروط علشان اللي ياخد الجوز الزغليل او الجوزين الزغليل الهدية، ايه الشروط اللي هو عشان يكسب الجوزين الزغليل الهدية ويكونوا حلاله. فطبعا احنا مخرجينهم لله، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا مش بناخد حاجة مش بتاعتنا. يشهد الله ان انا ما حبستهاش، وهي يبدو ان هي حمامة جبلي مش متربية عند حد، فهي جت اهو زي ما حضراتكم شايفين وهتنزل على البيض. اهو زي ما نزلت ورقدت على البيض، والذكر خرج وقف مع الزغليل. فاحنا هنشوف الجوز الزغليل التاني، الهدية التاني، علشان يكونوا جوزين كده يستهلم اللي يجي ياخدهم، وهنقول ايه الشروط برضو ويجي يستلمهم ازاي. اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي ياخدهم، يعني لو هو هيربهم ياكل منهم من ولادهم او يطيرهم او اي شيء، لكن هم غالبا دول يعني هنقول عليهم بلدي خشن شوية، لان هو ابن زاجل، زاجل ابوه زاجل محترم. اهو الاتنين اهو ما شاء الله، الذكر والنتاية اهم. فاحنا هنوريكم كمان الجوز التاني اللي عليهم الهدية التاني الزاجل الاصل. زي ما شفنا الجوز اللي هو ابن النتاية البلدي وده ابوها الزاجل، هنشوف الجوز التاني اللي هو من حمامي الفرد المفصص ده. كلها طبعا زغاليل معتمدة يا جماعة، انا بنقول ده مش للبيع، ده الجوزين الهدية والفرد البديري، الزغلول البديري اللي جوه ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. اللي عايزهم بشرط يا جماعة ارجوكم، يعني انا مش هعرف طبعا، دي ترجع لكل واحد فيكم اللي يكتب لي تعليق ان هو عاوزهم، يكون ما عندوش حمام، يكون شخص لسه هيبدأ تربية الحمام ونفسه يبدأ في تربية الحمام. يا رب يكون لسه فعلا ما فيش عنده حمام خالص، واحنا هنشجعه فهنعطيله الجوزين الهدية دول. بس كمان ما يكونش من بعيد، تعرف ان انت هتيجي تستلم من دمياط، اكتب لي تعليق ان برقم تليفونك، سيب لي رقم تليفونك واسمك وانا اتواصل معاك.
ويا ربي بس تكون قريب مني، لان تيجي تستلمهم من دمياط، لان طبعا صعبة يكون تكاليف، مش عايز اكلف حد ان انا اشحن له يعني الجوزين، فعلشان مصاريف الشحن ارجو ان يكون قريب مني ان هو يجي يستلمهم من عندي من البيت جوزين بسم الله ما شاء الله. ولو عايز يغير منهم حاجة اغيرها له، مفيش عندي مشكلة، من عينيا الاتنين الجوزين هدية، لازم يكونوا افضل حاجة. والله انا مختار له الجوزين من عندي افضل زغلولين اللي هم بتوعي، زائد الجوز التاني اللي هو ابن النتاء البلدي، فلازم نعطي الهدية من افضل شيء عندنا. بس ما تنساش تكتب في التعليق ان انت لسه مبتدئ حمام، ان يكون فعلا ما عندكش حمام وتكون قريب من دمياط، واكتب لي بس رقم تليفونك واسمك وانا هتواصل معاك اطلبك انا ونتفق ازاي تستلمهم. والف مبروك على اللي نفسه في الجوزين الزغاليل، نفسه يبدأ بهم تربية حمام، وادعولي بالبركة وربنا يبارك لنا وليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.